تقام عروض وارنر برادرز لأول مرة في المملكة ضمن مناطق موسم جدة، واللي تجمع أكثر القصص والشخصيات شهرة في العالم تحت سقف واحد. الصغار والكبار استمتعوا بهالمكان بعروض الرسوم المتحركة الكلاسيكية على الشاشات، على أنغام أوركسترا صغيرة للموسيقى والمؤثرات الصوتية للرسوم المتحركة. ألعب في ذي اللعبات وأحب توم وجيري، كلهم أحب العائلة. أول شيء رحت عند هالي بوتر وأخذت جوي بصراحة. أشوف شخصيات زي باتمان، توم وجيري، شخصيات فقدناها يعني ما صرنا نشوفها حالياً، ممكن الجيل الجديد حتى ما يعرفها. سكوبي دو أقدم شخصية تعتبر. الكلب ذاك اللي غيرناه شو اسمه؟ ايوه والله تذكرت، حتى انا اولادي ما عرفوها، ترى ما عرفوها. لا لا ما تعرفوها. وكشفت وارنر براذرز الغطاء عن سيارة باتموبيل الحقيقية المعروضة في موقع منطقة الفعاليات، بالإضافة لاستعراض شخصية باتمان ومراحل تطورها عبر العقود. لأخبار 24 نشمي القحطاني جدة.